أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في يوم الجمعة من جاء في الساعة الأولى ومن جاء في الساعة الثانية؟ هل المقصود بحساب الساعات أم ماذا؟ مقصود بالساعات الجزء من الزمن، الجزء ما هو بالساعة لستين دقيقة، لا، الساعة يعني الوقت، المقصود به الوقت. من جاء مبكرا في الوقت مثلا بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر هذه الساعة الأولى، من تأخر عن ذلك فهي الساعة الثانية، من تأخر فهي الساعة الثانية إلى آخره. يجزأ الوقت من طلوع الشمس إلى خروج الخطيب للخطبة، قسم على خمسة أجزاء. نعم.